السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل عام وأنتم بخير ورمضان كريم على الأمة الإسلامية بحدها. معانا فكرة ومشروع وخير وكل حاجة في الفيديو ده إن شاء الله بإذن الله. معانا المسبحة، بص المسبحة دي بتتباع في شارع، بتتباع في المسكي، بتتباع بالجملة في المسكي، أسعارها حلوة قوي، بتتباع ب6 جنيه بتهيألي في الدستة يعني. وممكن نخلي مكتبة أو مطبعة حلوة تعمل لنا الكارت ده مكتوب عليه رمضان كريم، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. ممكن نقدمها هدايا، ممكن نخليه يكتب عليها رمضان كريم، نقدمها هدايا في رمضان، نعملها مشروع في رمضان، نديها للناس خير كده في رمضان تسبح كده. ربنا يدينا عليها حسنات ويدينا خير. ممكن تعملها في مشروع حلو جدا، مشروع خيري حلو أوي أوي أوي. تعملها فكرة حلوة خيرية في رمضان، حلوة أوي 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 أوي. متنسناش بلايك وشير، وأرجو الاشتراك في القناة عشان نوصلكم كل جديد إن شاء الله. يعني فكرة كده حلوة أوي، ممكن نعمل أذكار الصباح عليها، يعني حلوة أوي برضك كده، اللي ياخدها منك كده يدعيلك دعوة حلوة، اللي يشتريها برضك منك لو عملتها مشروع يدعيلك دعوة حلوة. حاجة خير، حاجة كويسة، يعني حاجة كويسة جدا جدا جدا. متنزلاش بلايك وشير، وأرجو الاشتراك في القناة عشان يوصلكوا كل جديد. مع شارع بين الحارات، يعني قناة شارع بين الحارات، إن شاء الله توصل لكم كل فكرة بسيطة جدا.